الخامسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية وتعميق الإنتاج المحلي من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع. وخلال اجتماعه بوزير الدولة للإنتاج الحربي، شدد الرئيس السيسي على الالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع ونقلها إلى مصر لتعظيم الفائدة التي تعود على الاقتصاد والصناعة المصرية. أكد الرئيس السيسي أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الإرهاب. وخلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، أعرب الرئيس السيسي عن فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية المصرية وما تتمتع به من خيرة وتقاليد قضائية راسخة وما تمثله أيضا من حصن لحماية الحقوق والحريات. قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت، كما صوت المجلس على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكزيت. وخلال جلسة التصويت أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد. وصل المتظاهرون في بيروت والجنوب والبقاع وطرابلس شمال لبنان احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، وقام المتظاهرون بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وفرض ضرائب جديدة. من جانبه أعلن الجيش اللبناني تضامنه الكامل مع مطالب المتظاهرين ودعاهم للتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة. دعت قوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي إلى إرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا بعد اختراقه من قبل النظام التركي. هذا كما دعت سوريا الديمقراطية واشنطن للضغط على أنقرة لفتح ممر إنساني وإخراج الجرحى والمدنيين من مدينة رأس العين المحاصرة، متهمة الجانب التركي بالاستمرار في هجومه وانتهاك وقف إطلاق النار. انطلقت بعاصمة جنوب السودان جوبا جلسة المفاوضات الثانية بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال. وأوضحت وكالة الأنباء السودانية أن وفد الحركة قد قدم ورقة إعلان مبادئ حول المفاوضات تشمل مجمل قضايا الحوار والتي حددتها خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي والوساطة يعكفان على دراسة الورقة وتقديم رؤيتيهما حولها. انتهى جولتنا الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.